أهلي. النادي الأهلي في مكافأة البطولة الأفريقية قال لعيبته إن المكافأة هتزيد، مجلس إدارة هيجتمع وإن المكافأة هتزيد، بس لسه مجلس إدارة ما اجتمعش. مجلس إدارة ما اجتمعش وأجل الاجتماع لحين انتهاء الدوري الممتاز كنوع من التحفيز للعيبة تحت شعار ليك وهتاخد، يعني ليك مكافأة هتاخدها، ممكن تاخد أكتر منها وممكن تتضاعف وممكن تاخد عليها كمان مكافأة بطولة تانية. اركن دلوقتي بصدر لك مشهد ان مش ده المهم، المهم بطولة او البطولة اللي انت بتشارك فيها هو ده النهاردة الاهم. وقلت لكم البطولة دي هي الامتع من سنين كتيرة جدا لان الفرقتين على مسافة واحدة. يوم الاربع حاف اقول لكم التفاصيل بالظبط، لان يوم الاربع الاهلي هيلعب مع وادي دجلة، هنا هنقف نتكلم في حالة فوز الأهلي، في حالة التعادل، في حالة الهزيمة، كل ده سيناريوهات. في حالة الهزيمة نادي الزمالك هيفرق، التعادل نادي الزمالك هيفرق، في حالة فوز الأهلي يبقوا تساووا بالظبط في النقاط. وكل ماتش بقى نستناه، كل ماتش نستناه الفرقة